تعتبر المسؤولة الاجتماعية من أساسيات الحياة المجتمعية لضمان التقدم الفردي والاجتماعي، وتقاس قيمة الفرد بحسب اختصاصيين بمدى تحمل المسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين. نور، وبالوقت نفسه يلي بينتقد الكثير من أخصائي علم النفس، هناك تساهل لدى الأفراد في المجتمع بتطبيق هذا المفهوم بحياتهم اليومية لجهلهم ربما بهذا المفهوم. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا أكيد ينضم لنا بصباحنا غير الدكتورة لبنى بشارة، المدربة الوطنية المعتمدة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور. يسعد صباحك. بالبداية خلينا يمكن نعرف مفهوم المسؤولية الاجتماعية لكثير من المشاهدين وكثير الناس اللي عم يشوفونا، شو هو يعني بالضبط؟ المسؤولية الاجتماعية تعني سلوكنا نحن، شو منعمل تجاه مجتمعنا، سواء كان تجاه أفراد أو تجاه البيئة أو تجاه الوطن كله بكل ما يتضمنه. فالمسؤولية الاجتماعية هي نحن قد ايه عم نتحمل مسؤولية وجودنا بهذا المكان ومع أشخاص معينين، فشو عم نقدم لهم، معناته هو العمل الأخلاقي اللي نحن منقدمه تجاه المجتمع. هذا بشكل مبسط كتير تعريف المسؤولية الاجتماعية. طيب دكتورة، خلينا نحكي يمكن عن الركائز أو المكونات يلي بتشكل المسؤولية الاجتماعية. لحتى نحن نعرف المسؤولية الاجتماعية ونشتغل فيها بطريقة صحيحة، لازم أول شيء يكون في عنا اهتمام بالمجموعة اللي نحن متواجدين معها، يعني وهذا نطلق عليه اسم التعامل مع الآخرين والتعاطف والنواحي الوجدانية بالحياة. فمعناته أول شيء لازم يكون في عنا اهتمام بالمجموعة وبالأشخاص اللي نحن متواجدين معهم. النقطة الثانية لازم يكون في مشاركة، يعني أنا ما بيكفي أني اهتم واتأثر وازعل أو واسي الشخص، لا، لازم يكون أنا عبشارك بمجال معين، عبقوم بدور بيقول أنا هون شخص مسؤول عن هذا العمل، أنا لازم أقدم شي تنفيذي إجرائي، ما بيكفي يكون وجداني. وثالث نقطة، لازم يكون في عنا معرفة تامة ومطلقة بنتائج العمل اللي رح ساوي، لأنه كتير عالم بتقول أنا عملت هذا الموضوع بس بنية طيبة طلعت النتيجة سلبية. هذا الشيء غلط. بالمسؤولية الاجتماعية معناتها نحن مسؤولين عن العمل اللي نحن عم نشتغله، نحسب بالأعمال وليس بالنوايا. تماما. فمعناته المسؤولية الاجتماعية بتتطلب منا معرفة نتائج الأعمال اللي بدنا نساويها، اهتمام بالأشخاص اللي نحن موجودين معهم، وبالإضافة للمشاركة بدور يعني شيء تنفيذي وإجرائي. فهيك نحن بنقدر نطبقها بطريقة محددة، لنقول واضحة. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن أشكال المسؤولية الاجتماعية. أكيد في عدة أشكال يمكن فينا نعرفها للمشاهدين. تماما، في تصنيفات كتيرة، أنا رح أذكر الأبسط منها اللي كلنا بنقدر نلمسه ونشوفه بالواقع. المسؤولية الاجتماعية ممكن نطبقها كأفراد، يعني أنا شخص مثلا هلأ إذا بدي أقول شو مسؤوليتي بشغلي، أني طبق بالحد الأدنى طبق القانون، أنه يشتغل موظف بدون فساد إداري، أنه يشتغل بأخلاقيات العمل. فهي كموظف. إذا شخص برا مثلا شفت حدا عنده مشكلة معينة، ممكن أنا ساعده، بس ساعده وبعرف شو نتائج هاي المساعدة اللي رح أقدمها، مو ساعده من وجهة نظري بدون ما أدرس الظروف اللي هو موجود فيها، لأن ظروفه هي أكيد تختلف عن ظروفي. فمعناته في عنا تصنيفات المسؤولية الاجتماعية، ممكن تكون هي مسؤولية الفرد أو مسؤولية جماعة، معناته هي التصنيف الأول، فردية وجماعية. نرجع للجماعية كمان منقسمها لمجموعة أنواع. مثلا المؤسسات الحكومية هي تعتبر مجموعات مسؤولية اجتماعية، فبتقدم مسؤولية، يعني بتقدم أعمال فيها مسؤولية تجاه موظفينا وتجاه المواطنين، مثل أنه نحن هلأ عم نشتغل لنساوي خدمة المواطن، جودة الخدمة المقدمة للمواطن، هي كلها مسؤولية اجتماعية بتقدمها الحكومة للمواطنين، بتقدم للموظف ممكن التحفيز، ممكن رضا الموظف بالعمل، الحقوق والواجبات تبعيته بتكون واضحة، هي كلها مسؤولية اجتماعية. بالإضافة معناته صار عندنا النوع الثاني اللي هو المسؤولية الجماعية، قلنا مسؤولية المؤسسات الحكومية، في عندنا مسؤولية المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي هي الجمعيات وهي التجمعات والتنظيمات اللي هي بتعتني بمشاكل المجتمع الحالية، بتسعى لتنميتها. يمكن اليوم لازم تكون المسؤولية الاجتماعية كتير مضاعفة في ظل الحرب والظروف اللي عم نعيشها. أكيد، لأنه هي بتشكل عامل مساند للدولة وبصورة كتير مهمة، وخاصة بوقت الأزمة.
فمعناته في عنا مسؤولية الاجتماعية الجماعية من قبل المجموعات الأهلية. نرجع لنوع ثالث اللي هو المؤسسات القطاع الخاص. هلأ كتير بالشركات بيكتبوا بنظام عمل الشركة بيقولوا أنه نحن بدنا نخصص سنوياً مبلغ معين فرضاً للحفاظ على البيئة، لأنه الحفاظ على البيئة هو كمان مسؤولية اجتماعية. أو إذا ما حددوا شو القطاع فرضاً تعليم، صحة، بيئة، ممكن يقولوا للقيام بعمل فيه مسؤولية اجتماعية بيؤدي لتنمية المجتمع، لكن بيرصدوا له مبلغ معين. هذا الشيء بنلاقيه بسياسة بعض الشركات الخاصة. مثلا في شركات شو بتعمل؟ بتبعت طلاب مميزين من المدارس، بتبعتهم منحة دراسية لبرا على حسابها. هلا هي هون شو عملت؟ وين بتبين معنا موضوع المسؤولية؟ هي ما قدمت منحة لطالب بس ليدرس، يعني هي فعليا قدمت مصاري، لكن هي النتيجة تبعها انه هذا الشخص بده يرجع يخدم، عنده مسؤولية اجتماعية. تمام، يخدم ببلده، فهو رح يستفيد منه البلد بعلمه، بالخبرة اللي أخذها من برا، بالنواحي التخصصية اللي هي كانت مختلفة عن الشيء الموجود عندنا. فهون هو استفاد من النتيجة لنقول النهائية من دراسة هذا الطالب، مو من مرحلة مؤقتة هي أنا درسته وأخذت اسم وأخذت سمعة حلوة. هلأ الشركات شو بتستفيد بالعادة من هذا الموضوع؟ أنه بتعمل سمعة لها، بتحسن صورتها الذهنية قدام المواطنين. نعم. بتاخد مثل بونس أكثر عند الجمهور يعني. طيب دكتورة، هيك نحن عم نحكي بشكل عام عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأشكالها، يمكن بيخطر ببال الأشخاص هي المسؤولية الاجتماعية كيف تطبق؟ هل في أنظمة وقوانين موجودة بشكل واضح، ولا هي مثل خلينا نقول عرف بتطبقه سواء الشخص الفرد من نفسه، أو مثل ما قلتي بالنوع الثاني اللي هو الحكومة، أو حتى المسؤولية الاجتماعية اللي هي بالمجتمع الأهلي أو المدني اللي عم نشوفها حاليا متواجدة أثناء فترة الحرب؟ تمام، المسؤولية الاجتماعية في لها مجموعة مستويات. أول شيء أنه نحن نطبق القانون، هذا بحد ذاته مسؤولية اجتماعية، لأنه نحن شو عرفناها؟ أنه نحن نقوم بفعل أخلاقي لحتى نوصل لنتيجة فيها تنمية للمجتمع. فبالبداية أنا طبق القانون، أنا بكون عم بشتغل مسؤوليتي الاجتماعية بالحد الأدنى. هلأ لما بدي ارتقي أكثر بقوم بعمل مشاريع كبيرة بتفيد البيئة، أو مثلا إذا شخص عنده أموال وحابب أنه يشتغل ضمن مسؤولية اجتماعية لمنطقته، بيقول أنا ضمن الأزمة فيني أو حابب أنا أدعم هالمدرسة اللي عنا لحتى رممها أنه ضررت بسبب الأزمة. هلأ هي كتير بتوقع هلأ في أشخاص من اللي هن بيحبوا البلد بيشتغلوا بهالطريقة، أنه أنا في طريق كله يعني غير صالح للاستخدام، أنا بدي أتفق مع المحافظة فرضاً لحتى مول لترميم لإصلاح هذا الطريق. فمعناته الصحة، التربية، أي شيء خدمي بالمجتمع هو يعبر عن مسؤولية اجتماعية. فالحد الأدنى لإلها أنه نحن نطبق القانون، الحد الأعلى لإلها هي مبادرات. هلأ الحد الأعلى هو شيء لسه ممكن نحن ما نتخيله، فرضاً نفكر أنه نحن كيف بدنا نحمي البيئة فرضاً من الملوثات. هلأ هذا بده بقى شغل مؤسسات حكومية ومؤسسات قطاع خاص يتعاونوا مع بعضهم لحتى يشتغلوا على هذا المجال. فهي بتبلش من الفرد وبتوصل لأعلى مستوى من التنسيق بين الحكومة والمجتمع الأهلي والمؤسسات الخاصة أيضا. فمعناته في إلها كتير مستويات، في إلها كتير أمثلة. فمثلا شخص هو ما عنده إمكانيات مادية، لحتى نحن ما نربط كل شيء بالشق المادي، شو فيه يعمل؟ فرضا هو أستاذ وموجود بمنطقة معينة، بيقول أنا بدي روح درس فرضا الأطفال الموجودين بمراكز الإيواء. هي مسؤولية اجتماعية، لأن هو خلى طفل يرتقي بمستوى العلمي. هذا الشكل اللي عم نشوفه كتير بهي الأوقات. تمام، هي أبسط شغلة، هي أي شخص فينا ممكن يروح يقدمها. مثلا طبيب ممكن يقول أنا رح أقدم معاينة مجانية، ما بدي أخذ مصاري من المرضى اللي هن فرضاً واضح أنهم فقراء. تمام، فهذا كل واحد فينا بيقدر يفكر فيه. كيف نحن منفكر؟ منشوف مجتمعنا بشو شو عنده نقص، بشو بيحتاج، شو الأولويات الموجودة. هون يمكن أنا بحدد مسؤوليتي المجتمعية يمكن. تمام. ضمن هيدا المجتمع. طيب دكتورة، خلينا نحكي التربية والتعليم لدى الطفل، قديش
من خلاله ممكن نعزز هيدا المفهوم، لأنه أكيد. يمكن لازم يكون مزروع عند الطفل يعني منذ الطفولة. تمام. فينا نقول هلا نحن منعزز هذا المفهوم بعدة مستويات. المستوى الأول هو البيت، لأنه نحن هذا أصغر حيز بيطلع منه الشخص هو المنزل، فالتربية كتير بتأثر على هذا الموضوع، اللي بتعلمه الالتزام بأخلاقيات معينة، أنه يحترم الآخر، يهتم فيه، يساعده، هي الحد الأدنى منه. بعدين منطلع للمدرسة، المدرسة بتاخد بقى الجانب الأوسع، الجانب اللي فيه تشاركية مع الآخرين، لأنه مثل ما قلنا التشارك مع الآخرين هو جزء من عناصر المسؤولية الاجتماعية، فمعناته المنزل، بعدين المدرسة، بعدين التعليم العالي، بعدين المؤسسات والمنظمات اللي بينتمي لها الواحد، مثل مثلاً الطلائع والشبيبة، لأنه بتعلمنا نحن نعمل أمور تطوعية. صحيح. بتعلمنا من خلال المخيمات، من خلال المعسكرات، هي بتنزرع يمكن عند الطفل منذ البداية. تماماً. وبالإضافة بالآخير بالشركات أو بالمؤسسات اللي نحن بنشتغل فيها، لأنه نمط العمل بيأثر علينا. حتى لو أنا كنت ببيئتي ما بشتغل هيك، إذا كان في عندي نظام معين وواضح ودقيق بتطبقه الشركة أو المؤسسة الحكومية، فأنا إجباري بدي أتصرف بأخلاقيات هاي المؤسسة اللي أنا بنتمي لها، فمعناته أنا بستمد ثقافة المسؤولية الاجتماعية من هاي الدوائر، من الصغيرة للواسعة اللي أنا دخلت فيها وانتميت لها. نعم. دكتورة، يعني مثل ما حكينا اليوم عن هذا السلوك، السلوك اللي بيعمل رضا عند الفرد والرضا الجماعي بالنهاية بسبب نتائج أعماله الواضحة، قبل ما نختم حديثنا لليوم، شو أهم يمكن خلينا نقول النصائح اللي ممكن نقولها لكل فرد، لكل حد عم بيتابعنا، وخصوصا أنه مثل ما قلنا المسؤولية الاجتماعية هي ما أنا بحاجة لقوانين كبيرة، هو فعل وسلوك بيقدر يعمله الفرد بالمجتمع. أنا بحب أقول أنه كل شخص فينا قادر يقوم بدوره بالمجتمع، قادر ينمي هذا المجتمع، وخاصة نحن بظل الأزمة بحاجة لكل الموارد الموجودة عنا، مو بالضرورة الموارد المادية، نحن حتى الموارد البشرية اللي بتقدم فكر، بتقدم جهد، بتقدم دعم نفسي، هذا كله نحن بنحتاجه بالأزمة، وكل شخص فينا قادر يقدم وبيقدم كتير. نحن عنا طاقات كبيرة، فخلينا نستثمرها ضمن بلدنا، لأنه بلدنا بيستحق، ونحن لهالبلد وهذا البلد لإلنا. أكيد. يمكن مثل ما قلتي دكتورة لبنى، عندنا طاقات شابة عم نتفاجأ فيها في ظل الحرب على سوريا، وصلتنا الضوء عليها من خلال برنامجنا صباحنا غير، بس فينا نقول المسؤولية الاجتماعية هي بتبتدي من الفرد، ويمكن اليوم ضمن الظروف اللي عم نعيشها لازم تكون مضاعفة. فبنا نشكرك الدكتورة لبنى بشارة، المعتمد الوطني، المدرب المعتمد الوطني، شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك دكتورة. أما هلا